اليوم غادي نتكلموا على المعجزات الصحية ديال التين المجفف أو لا الشريحة. كيتميز التين المجفف بأنه كنز غذائي غني بالعناصر الغذائية الهامة للصحة وله فوائد عديدة، واللي غادي نذكروا منها السيطرة على ضغط الدم، الحفاظ على كثافة العظام، مصدر جيد للحديد، السيطرة على الكوليسترول، الوقاية من الأمراض المزمنة، كما أنه يساعد على محاربة الإمساك. يحتوي التين المجفف أو الشريحة على العديد من العناصر الغذائية اللي هي مفيدة بزاف للصحة ديالنا، بحال البروتينات، الكربوهيدرات، الكالسيوم، الفيتامين كاف، بوتاسيوم، الحديد، المغنيسيوم. والشريحة غنية بالألياف، بالفيتامينات، بالمعادن، مضادات الأكسدة، كما أنها بديل مناسب للحلويات. وبالرغم من أن فوائد التين المجفف عديدة ورائعة، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض المحاذير اللي كيخصنا نعرفوها، ومن أهمها أنه ينصح بعدم الإكثار من تناول التين المجفف وتناوله باعتدال للحفاظ على الوزن، لأنه كيحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية. كذلك تقدر تكون عند بعض الناس الحساسية تجاه بعض أنواع الطعام بما في ذلك التين المجفف، وبالنسبة لهؤلاء ينصح أنهم يتجنبوا تناول التين المجفف تماما. يقدر يكون التين المجفف تأثيرات جيدة وإيجابية على سكر الدم، إلا أن تناوله بإفراط يقدر ما يكونش تصرف حكيم من قبل مريض سكري. الشريحة كتحتوي على كمية كبيرة من الألياف، لذا تقدر تسبب لنا في الإسهال في حالة تناولها بكميات كبيرة. وبما أن التين المجفف أو الشريحة غنية بفيتامين كاف، هذا الشيء يقدر يتداخل مع الأدوية اللي كتأثر على ميوعة الدم، لذا كنصحوا بعدم تناول التين المجفف قبل استشارة الطبيب.